بسم الله الرحمن الرحيم السادة الوزراء السادة السفراء السادة رؤساء الاتحاد السادة الضيوف في الأول أحب أشكركم على الترحيب اللي رحبتوا بينا هنا واضح من الحضور مدى الاهتمام اللي إن شاء الله كلنا نبص له للاستثمار في مصر أنا لن أطيل لكن إحنا إن شاء الله النهاردة عايزين نبرز بس الجدية في السياسة الاقتصادية في مصر الجدية في التغير كل المؤشرات إن شاء الله اللي بتقول الاستثمار في مصر أصبح مختلف تماماً عما سبق في تيسيرات تامة في تغييرات جوهرية موجودة عندنا في العمليات التشريعية ويمكن السادة الوزراء هيطرحوها من قانون استثمار جديد من التعديلات في قانون الجنائي في تيسيرات لكن أنا كنت بتكلم مع زميلي محمد بيه هنا رئيس الاتحاد بقول له يمكن الاستثمار أو الصناعة المصرية والاقتصاد أو المستثمرين اللبنانيين لو تعاوننا سويا إن شاء الله ونطلع نكمل استثماراتنا في أفريقيا ونغزو السوق الأفريقي دي هتبقى من أكتر الخطوات اللي دايما نعملها مصر دولة نقدر نعمل فيها صناعات ومن هنا ننطلق على الأسواق الأفريقية كلها تمت بنجاح في مشروعات كتيرة مصر بوابة للتصدير لعدد نسمات حوالي 1.5 مليون نسمة بدون جمارك بتيسيرات فدي إن شاء الله تبقى بداية الاستثمار فيها وبداية العمل في الآخر إن شاء الله احنا منتظرينكم جميعا وإن شاء الله منتظرينكم برضو الاستثمار في مصر وننطلق بها بإذن الله لكل المنطقة بشكر الجميع بشكر السفارة بشكر المنظمين على الاحتفال الجميل وننتظر بقى نشوف يمكن نقدر نتعاون ازاي شكرا في السلام عليكم